ولم توجد فوارق، والمدربين الصفوة الآن المتواجدين بالعراق أغلبهم عندهم الشهادات التدريبية البروف اللي بيها كل الأشياء الجديدة في كرة القدم. أما بخصوص المدرب مارك فوتا، مارك فوتا أنتوا تعاقدتوا وكملتوا يا، والدليل السيد وزير الشباب والرياضة قال في آخر مؤتمر، قال أنا هذا المدرب أعرفه وهذا المدرب راح نتعاقد معه وراح نعطيه أمواله من قبل الاتحاد، من قبل وزارة الشباب والرياضة. لكن ثورة الإعلام المخلص الشريف في عملية التسمية ونهضة الناس الفنيين اللي مرغبوا للتعاقد مع هذا الرجل السمسار، عيد لك إياه نوبة الله، أنه جعل الطريق مسدود في هذه القضية ولن يسمح بعملية التسمية لهذا المدرب. أما بخصوص عملية كتابة البرنامج، فأنت بعظمة لسانك وللجنة الفنية السابقة بالاتحاد السابق وأمام أعضاء الاتحاد السابق جنابك ذكرت أنه